مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. أما بعد، أحبائي الطلبة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي بكم اليوم في موضوع من موضوعات الكيمياء لطلبة الصف 11 علمي بعنوان البوليمرات الطبيعية. البوليمرات الطبيعية هي بوليمرات تنتجها النباتات والحيوانات، وتشمل البروتينات والسيلولوز والنشا والحمض النووي والمطاط الطبيعي. وتتميز البوليمرات الطبيعية بأنها قابلة للتحلل بسهولة نسبية، وهذا الفرق بينها وبين البوليمرات الصناعية بطيئة التحلل. وهنالك استثناء فريد يعرف بالعنبر، وينتج عندما تخضع رتنجات الشجر المقاومة للتآكل للحرارة والضغط المرتفعين، ويستخدم العنبر في المجوهرات لجمالها، وقد يحتوي على الحشرات الإحفورية. ومن أهم البوليمرات الطبيعية البروتينات. تدخل البروتينات في تركيب جميع الخلايا الحية، وتعد الأحماض الأمينية هي الوحدات البنائية الأساسية للبروتينات، وتحتوي الصيغة العامة للأحماض الأمينية على مجموعة حمضية هي مجموعة الكربوكسيل COOH، ومجموعة قاعدية هي مجموعة الأمين NH2، متصلتان في الغالب في نفس ذرة الكربون والمسمى ذرة كربون ألفا، ولذا تسمى أحماض أمينية من نوع ألفا. وهنالك حوالي 20 نوعا من الأحماض الأمينية من نوع ألفا تكون موجودة في جميع أنواع البروتينات، وتختلف فيما بينها في المجموعة R، وتترابط الأحماض الأمينية مع بعضها البعض بسلاسل طويلة تسمى السلاسل البيبتيدية، مكونة البروتينات المختلفة، وذلك بواسطة روابط بيبتيدية. نلاحظ هنا مجموعة الأمين NH2، وهنا مجموعة الكربوكسيل COOH، وهذه ذرة الكربون المسماة بذرة كربون ألفا، وهنا المجموعة R، وهذا يسمى بالحمض الأميني، وهو الوحدة الأساسية البنائية للبروتينات. ما هي أهم ميزات البروتينات؟ أولا، تستخدم البروتينات في كيمياء جميع الكائنات الحية. نوع تفاعل البلمرة فيها بلمر التكاثف. أما المونومر الذي يكون البروتين فهو عبارة عن 20 نوعا مختلفا من الأحماض الأمينية، والمجموعات الوظيفية المتفاعلة في البروتين هي مجموعة الكربوكسيل ومجموعة الأمين. البروتين الأكثر وفرة في جسم الإنسان هو الكولاجين، ويوجد الكولاجين في العظام والأوتار والأربطة والقرنية والأوعية الدموية والأسنان والعضلات وغيرها من الأماكن في جسم الإنسان. ويسمى الكولاجين الذي يتحلل إلى سلاسل بوليمر أصغر اسم الجيلاتين،
ويستخدم هذا البروتين في الأطعمة مثل الجيلاتين الجلي والحلوى اللذيذة والآيس كريم وغيرها من الأطعمة. والكولاجين المستخدم في الغذاء مصدره الماشية والدجاج والأسماك. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.